نهاية تركت مفتوحة لقصة بطولة الأخوين الشهيدين عادل وعماد عوض الله من مدينة البيرة. على درب العياش سارة، وبكتائب عز الدين القسام التابعة لحركة حماس التحقا، وفي مقدمة صفوف الانتفاضة الأولى قاوما. أشهر صعاب بقيا فيها عماد وعادل مطاردين بعد أن كانا معتقلين لدى السلطة، حتى غدرت بهما رصاصات الاحتلال في بلدة ترقوميا غربي الخليل، وتم الإعلان عن استشهادهما. تفاصيل ظلت مبهمة منذ عام 98، لم تمت القضية ولم تهدأ أرواحهما بسلام الشهداء، إذ بقيا محتجزين لدى إسرائيل فيما يعرف بمقابر الأرقام، واليوم فقط جاء إلى البيرة لتودعهما وداع الأبطال. فش بين ايدينا الا روايه واحده، روايه الاحتلال، انه جرى اغتيالهم من خلال اشتباك مسلح في منطقه قرب مدينه الخليل. كنا قبل عندنا شك انه مش مستشهدين، وخوف كنا يعني خايفينهم في المعتقلات، معتقلين يعني في سجون او بعد بهم اليهود وهيك. اخر تليفون تلقيتي منه انت؟ ما كانش، كان قبل 5 شهور بكيت شايفه، بكى عندي قبل 5 شهور، بعد 5 شهور ما شفت شيء. يعني كان يعني دير بالك على الاولاد واصبر وتحمل ان صار لاي شيء، احنا هاي طريقنا طريق الجهاد. بجنازة مهيبة حمل فيها عماد وعادل على أكتاف جابت بهما شوارع البيرة، وصلت عليهما صلاة الجنازة في جامع البيرة الكبير، إلى أن ووريا ثرا تعطشا لعناقه 16 عاماً. الموقف جلل، لكننا دائما نستبشر بأن هؤلاء الرجال الذين رسموا الخطى والطريق لأبناء شعبنا ووحدوا هذا الشعب يستحقون ويستأهلون أن يسير الشعب على خطاهم وعلى طريقهم. جروح عائلة عماد وعادل تفتحت مرتين باكية، مرة على وقع نبأ استشهادهما، والمرة الثانية والأخيرة في قبلة اللقاء والوداع. المشاعر ما بين 98 والآن هي نفس المشاعر. في كل مرة حاول الاحتلال أنه يسلمنا أو بقولنا أنه بدأ يسلم الجثمين، تنكأ الجراح من أول أو جديد. أنا بقول لهم أولا رحمة الله عليهم، أحتسبكم شهداء عند الله سبحانه وتعالى، وسيكون لقاءنا إن شاء الله في جنات الخلود. تحققت أسمى أمان عماد وعادل بنيلهما الشهادة، واليوم أطلق سراح جثمانيهما ليصعدا من أرض غمرت دمائهما إلى بارئها، بعد أن بقيت مكبلة برقم احتلالي مدة 16 عاماً. فزفي سماء فلسطين عماد وعادل من أمام مسجد البيرة الكبير. زينة صندوق، رؤيا.